أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البارح ساهرنا للخطاب حق رئيس مجلس الوزراء أخوي عبد الله حمدوك في الجمعية العامة للأمم المتحدة. طبعا يوم تمشي للميكانيكي وعندك عربية مكانتها سمحة لكن فيها دار تركب لها اسبيرات، فالميكانيكي بينصحك بيقول لك ركب لها اسبيرات أصلية. إذا لكزس ركب لها الاسبيرات الأصلية حقت لكزس ذات صنعت الشركة، والزيت كب لها زيت الأصلي، فما تمشي تركب تجاري. كان ركبت التجاري بيخرب لك حاجات تانية. والحكم زي ده، لما يبقى زول مسؤول اسبير اصلي بيركب في محل طق ومكانة البلد بتمشي. الزول عبد الله حمدوك ده الاسبير الاصلي، انا من اليوم سميت الاسبير الاصلي. الخطاب حقه ممتاز، وواضح انه الخطاب يعني طيارة نفاثة ما له علاقة بالركشات. هنا يبقى معناها الواضح الخطاب انه دور قحت ما موجود فيه اصلا، ولا املاءات ولا قول ولا منقول زي الناس بيفتكر انه ممكن هي تكون مسيطر عليه شيء. الخطاب واضح، وخطاب يعني حيطه حقت اسمنتي تحاول تندخل بجاي بس فوق الجديدين صغار، بس دي صغار لكن ما لهن تاثير. الجديد الاول انا ما عارف سقط سهوا ولا ده الموضوع ده، لو ده حمدوك انا بنتكلم مع اخوي كلامك ده هنا في محله. بسم الله دي مالها بقت ما فيها موجوده في خطابات حمدوك اللي بيبدا بهالكلام دي. الموضوع ده المفروض يعني اذا سقط سهوا ارجو انه ما يتكرر. وقطع اسم جديد للسعوديه، اسم القطع حمدوك ده اسمح من اسمهم ذاته بالكلام انا. قال المملكه العربيه المتحده، الله يسم هذا سم خلاص. يا ريت انه يسم، لانه ده اسم حق اسره صراحه. الخطاب ممتاز ملان تف، وكمان الحظ ده كمان كان الله قسم عليك، كان الناس كلهم يقولوا لك انت ما نافع، الحظ ده الله بيقسم عليك بيقسم عليك. كمان حبوب اسماء كمان لقيت لها اشاده بحيث تقول لك شوف الكلام العجيب ده. حمدوك خلى الناس كلهم اللي ركز عليه، وتصفق الخوايات والناس كلها ورا تطلق وقامت فوق بتوب الله بيزات هي غايته. كان الله قاسم لك اللقمه بتاكلها حاجة اسمها دي، هي غايته الله قسم لها اللقمه غايته، هي درجوها كماشي. لكن حمدوك ما عارف الميزات الخاصه في 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 الحاجه دي شنو، ما عرفت غايته. نشيف يمكن هذول التنغرات دول يمكن بحرهم غريق، ان زولايد عندها شغل عندها حاجه سمحه بتعرفه والناس الاخرين ما عارفينها. نظر الله يعني التوفيق للسودان. طبعا النهارده في رساله الناس تابعوها كلها، الرساله اللي جات من الباشمهندس مدني بخصوص وديعه في البنك الدولي من 1967. انا جاب لي الورق كله وكل شلته كشحته لحمدوك. وتوا حمدوك بعد خطابه ده نشيف جكته، كان الله قسم خير والخواجات ما تلولو هالخير جاي. وكمان الخواجات تلولو ولو حصل اي خطأ كمان نحن اجتهدنا وشغلنا الاجتهاد، كان الله كسب جاب خير للسودان بيجيبه بدفق فوق كله زي المطر الضحوي. والله ما كتب كمان ما تقعدوا بعدين تلولوا فوقنا تطلع ها وينو الكلام موجود في الورق ووثائق رسمية وانا سلمتها لحمدوك. وحمدوك تو اللي شيف اللي مش هودي شغلته، الخوايات ده بيعرف لهم والبنك الدولي بيعرف ليه، والورق الموجود ده اذا اصلي لما اصلي هو بيعرف، اذا لقى اصلي كمان ده حق الشعب السوداني. القروش كثيرة حار كثير مثل الصوف الرازة، الرقم كبير الموجود في المستندات دي كبير خالص قادر ما تتخيلوه، هو اكبر من الكلام ده.
القروش بتلحق قريب ال 174 مليار. طبعا بعد شويه الناس بيخلوا كلامي كله بيمسكوا لك وين القروش وين، انا ما عندي قرش ولا اشوف لك القرش. جاتني امانه حقت مستندات ووصلتها لاخوي حمدوك، لانه حمدوك متواصل معي الكمات، اتصل عليه المساء بيتصل عليه الصباح، وبعدك هو والورق وهو والمستشارين حقه وهو والقانونيين حقين دولة السودان دقشوا الشغلة دي لقوها فوق القريشات. القريشات حقيقة موجودة في الله خطاها زي الجدار الزمان، الجدار اللي فيه سورة الكهف، الرجل الصالح اللي لقى الحيطة وقعت وقام بناها. سيدنا موسى قال له ده شنو، ما تشيل القريشات من الناس دول؟ قال له لا اسكت. وبعد ذاك في النهاية عرف انه الحيطة دي تحتها كنز، والغلامين ديل دوم بعدين يبقوا كبار يلقوا كنزهم. يمكن الوديعة دي اتخطت من الزمن ذاك والله صرف منها العيون النقر إلى أن جاء وقتها. وهي بالمناسبة ما كانت مستحقة، أو كانت حسب كلام الباشمهندس وحسب كلام الموجود في الوثيقة إنها حكمت محكمة أمريكية أخيرا لصالح الدول اللي كان خاط الوديعة، الوديعة ذهب. طب أرفع إيديك يقولوا يا الله القروش تبقى حقيقية، ويا الله تبقى الوثائق حقيقية، وخلاص بعد ده عسلي ودفق لي دقني إزبيرات، إزبير أصلي في الدولة وقروش كبيرة جاية للسودان. وكمان القروش كميات، كمان بعدين ما تجي تعضبوني في راسي وتعيط لي فوقي، وها ها ها وينو كلامك وينو كلامك، أنا وشرحت لكم كله والله يهون. والأرض جربت الحجر، وقالوا بين الشيب والعمود بينضي. شاب السوداني ده الله يمكن ده يكتب للخير. الفاضل الجبوري، كردفان.